السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي. النهارده ان شاء الله هنكلمكم على ميزه من ميزات الماعز البور زي ما عودناكم في الفيديوهات اللي فاتت. طبعا زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت الماعز البور معروف بمميزات كتير قوي، بس بنتكلم على ميزه ميزه عشان الفيديو بتاعنا ما يطولش مع حضراتكم. اول حاجه الميزه اللي هنتكلم عليها النهارده هي زياده اللبن عند البور. طبعا البور قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات عنده توائم كتير، فهنا طبعا الميزه الثانيه عشان تخدم على التوائم لازم يكون اللبن تقيل. تمام، يعني اللبن عند البور كتير، اللبن عند البور تقيل، تمام، ما شاء الله تحس ان هو دسم. يبقى ده هنا معانا الميزه الثانيه او الثالثه اللي احنا قلنا عليها للماعز البور، ودي من اهم الميزه اللي ممكن يقابلها اي مربي، عشان ده طبعا بيفرق معايا في المواليد جامد جدا. يعني معايا مواليد 3 4 حتى لو 2 حتى لو 1 ولبن الام قليل مش تقيل، طبعا هنا هيبقى في مشكله وهيطلع معايا ضعيف. طبعا المشكله دي مش موجوده مع البور، وزي ما كلمتكم قبل كده طبعا بيرجع لموضوع التغذيه. انت غذيت حلو برده اللبن هيتقل معايا، غذيت قليل اللبن هيبقى خفيف. دي مركزات هنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو جاي، وازاي هنقول ازاي نزود اللبن. بس انا في الايام دي بكلمك على مميزات الماعز البور. يبقى عرفنا كده الميزه اللي معانا في الفيديو ده اللي هو اللبن بتاعه كتير او يقدر يكفي عياله عشان تقيل، وعشان حاجات كتير قوي موجوده في قلب اللبن. قلنا تقيل وقلنا كتير وقلنا المناعه بتاعته عاليه وقلنا حاجات كتير قوي عن الماعز البور، وهو مشروع مربح جدا. وهنتكلم برضو عن دراسه الجدول بتاعه ان شاء الله عشان الناس كلها تستفاد ان شاء الله. حضرتك لو عجبك الفيديو اشترك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس ليوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.